قول اه يا سلام. في واحد يا جماعه طفل صغير موهوب، انا سمعته وبصوا تعالوا انا مش هتكلم. يا نهويش هنتكلم كتير اه تعالوا هتسمعوا صوته وتقولوا لي ايه رايكم. اه ازيك وحشتني، كنت تعمل ايه؟ اسمك ايه؟ قول عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. بص انا بصور دلوقتي وعايزين نسمع صوتك الجميل ماشي؟ بس هنزله عندي على الفيسبوك واليوتيوب وكده ماشي؟ اوكي؟ قول اكلت ايه النهاردة؟ مكرونة بشاميل. يلا غني كده. بكلم نفسي بشكيلها من كتر ما انا جامد جدا. جبتوا الكون ده؟ مجبتوش، ده خلت ربنا. طب انا اعمل لك انا كمان حاجة. بص دي ركز كده، 1 2 3 ايوه ايه ده؟ يا لهوي قول ده تعمل دي انت كمان؟ ليه؟ كل واحد مديله موهبة ربنا. ايوه كل واحد. دلوقتي هنعمل حاجة تانية. ايه هي؟ بص عايزك تغني الاغنيه ديت. انت بتعرف تغني اغنيه مثلا ورقه وقلم؟ حاول كده تقولها. الورقه والقلم خدتني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتصدم. ليه اللي قالب اجنبي اتعرف عليكي وطب وعلى اللي منت فكاري. ايه رايك؟ يا لهوي ده جامد قوي جدا. بصوا يا جماعه هنعمل حاجه جميله جدا. ايه هي؟ تيجي نقول للناس ايه رايك في صوتك؟ هتزعل لو قالوا لك وحش ولا حلو؟ اي حاجه يعني موافق على راي الناس بجد؟ انا عن نفسي. انت عن نفسك ايه يا لولو؟ جامد جدا. جامد ايه؟ جامد. يا سلام ده حلو قوي. بص يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركات كتير، وقولوا لي ايه رايكم في صوت اسمك ايه؟ خالد. وخالد ده عنده كام سنه؟ عندي 13 سنه. انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ نفسي اطلع مغني. ان شاء الله يطلع مغني يا جماعه. ويعني قولوا لي بس رايكم في التعليقات. يلا سلام. قول سلام.